السلام عليكم حباباتي، مساء الخير وش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. مرحبا بكم معايا ومرحبا بكامل البنات اللي انضموا لقناتي، شرفتوني خياتي. ان شاء الله تستفادوا ويعجبكم الوصفات اللي راني نتقاسمهم معاكم. قبل ما نشوفوا الوصفه تاع اليوم، حبيت نطلب من كل وحده شافت القناه ديالي ما ترديش في الاشتراك وتفعيل الجرس، ادعميني اختي بجام وخلي لي ابوني، شجعيني هكذا باش نزيد نحط المزيد. اليوم حبيباتي حبيت نتقاسم معكم وصفة رائعة بنينة بزاف واقتصادية. راح ندير معكم بنيون على طريقتي، كما نعرفوه بنيون كامل نحبوه، وصفة سهلة ما تطيبش، يعني تنقص علينا التعب تاع الكوشة وكامل. الوغ اليوم قلت نشارك معكم هذه الوصفة. نجوزو للمقادير، نجوزو خياتي هنا نشوفو واش عندي المقادير. عندي هنا باكي بيمو مرحي، اي نوع تاع بسكويت تحبوه اخدمو به، انا نحب نخدم بيمو، وبيمو متوفر وكامل تعرفوه. صافي اليوم فضلت انه نخدم به. هنا عندي نص سلطه تاع كاوكاو حمصته مليح، من الافضل تحمصوه مليح الكاوكاو ديالكم، لانه هاد كاطو كما نعرفو ما راحش يطيب، يعني من الافضل انه نحمصو الكاوكاو تاعنا مليح. قلت لكم عندي نص سلطه حمصته مليح وريحتو. عندي هنايا شويه حلوه الترك، حلوه الترك بكميه اللي تحبوها، انا هنا عندي غير 19000 حلوه الترك. عندي نص كاس زبده ولا مارغارين دايبه، عندي زوج مغارف كاكاو، وعندي مغرف عسل، العسل اختياري، اللي حبي يزيد العسل يزيدو، اللي ما حبش يستغنى عليه ماشي مشكل. عندي هنا باطا شوكولا، ني دوبتها هنا بالماغي، الشوكولا اللي استعملتها هي هذه، درت باطا وحده دوبتها بالماغي. نجوزو حبيبتي هنايا طريقه التحضير، نبداو بسم الله. هنايا طريقه التحضير، هنايا حبيبتي الشوكولا، الى عندكم شوكولا تختيني تقدروا ديروا بها، ماشي شرط تذوبوا هنايا شوكولا، انا ماشي متوفره عندي شوكولا تختيني، الوغ عندي هذه ذوبت بابا. نبداو بسم الله هنايا طريقه التحضير، نحطوا كل شيء هدايا اللي عندنا هنا، وهنايا الكاوكاو اللي حبت تخدم باللوز ولا جوز اي نوع تاع مكسرات ديروا، ماشي مشكل هو بالكاوكاو، راح يكون بنين، حمصوه برك مليح. نحطو كل شيء هنايا، انا حلو الترك انا جوزتها في الروبو، كان حيت الكاوكاو جوزتها هي تاني كحيتها. ندير زوج مغارف كبار تاع كاكاو، فوالا ندير في الشوكولا. هنا حبيباتي قبل ما نزيد الشوكولا نخدمهم كامل هكا بيدي باش ندمجو مليح هذوك المقادير مع حلوة الترك، باش ما تقعدش هكا مكتله وحدها هكذايا. نفتحها كامل هذيك حلوة الترك مع الخليط تاعي تاع الكاوكاو والبيمو والكاكاو، كيما هكا حتى يتخلطوا كامل، من بعد ان شاء الله نزيدو لهم السوائل. فوالا هنا نحط الشوكولا ديالي، شوكولا حطوا الكميه اللي تحبوها، تقدروا تحطوا اكثر. فوالا لازم نخلي والو، نزيد مغرفه عسل، مغرفه كبيره تاع عسل. قلت لكم اللي ما يحبش يدير العسل ما يديرش، واللي حب تدير سكر غلاس تقدر دير سكر غلاس. في عود العسل دير زوج مغارف سكر غلاس، يعني كيف كيف. من هنا العسل يعني عاوننا تانيك باش نجمعوا العجينة هذه ديالنا. فوالا دوك انا هنا نستعمل يدي، لازم نستعمل يدي باش نخلط مليح، ونبدا هنا نضيف في الزبدة بشويه بشويه. الى ما كفانيش هاد النص كاس نزيد ندوب شويه شوكو شويه زبده، عفوا فين ولا كانت الزبده تاعكم طريه ماشي لازم تذوبوها، زيدوها هكذاك الى كانت طريه. نزيد بشويه هكا ونعجن مليح مليح باش هذاك البيمو والكاوكاو يتشربوا مليح هذيك الشيكولا والعسل والزبده. انا هاد شويه هادي ما نظنش تكفيني، نزيد ندوب زوج مغارف. فوالا كي نجمع الخليط تاعي نوريه لكم كيفاش يجي.
فوالا حبيبتي، ها ليكم بني تاعي بعد ما جمعت وكملت زدوك الجمعة في الزبدة وكملت بسيتو. كيما راكم تشوفوا القوام تاعو كيفاش يكون، هنايا يكون كيما هدايا، شوفوا مفتت شوية، ما ديروش الزبدة حتى تولي تقطر منه. فوالا حياتي هكدايا كي تباسوه بيديكم القهوة هي تلايم سيبو، هكدايا راهو القوام تاعو يعني هايل كيما هكدا. شوفوا مازال يتفتت، مي كي نتعجنوه بيدكم وتكوروه راح يحكم روحه. هنا خياتي تحبوا ديروا هكذايا، يعني بنيوم التقليدي اللي نعرفوه هكايا نديروا دويرات، سينو تحبوا ديروه بالطابع، اي طابع عندكم، ولا تحبوا ديروا بنيوه تاع سنيوه، يعني طابيوه كامل في سنيوه وديروا له شوكولا من الفوق، من بعد تقسموه الشكل اللي حبيتوه. انا راح نديرو هكذايا ان شاء الله اليوم، دوك نديرو كامل هكا كويرات، نكمل هذه الكميه ونرجع معاكم نوريكم التزيين ديالو كيفاش راح نزينو ان شاء الله. رجعت معكم خياتي بعد ما كملت كامل البنيون تاعي كيما راكم تشوفوا بهذا الشكل، يعني انا نحب هذا الشكل هذا التقليدي كيما كنا نديروه بكري. كاين دوك راهم يعني بدعوا فيه، كل وحده راهي الشكل كيف الشكل تاعو ديرو، انا نحبوه هكذا، يعني نحبو ندور كيما هاك. هنايا استعملت انا هذيك البطاطا تاع الشوكولا اللي وريتها لكم مع شويه وجدان، كانت عندي شويه دوبتهم بالماغي. تحبوا ديروا بشوكولا بلون وتقدروا ديروا بها، هي شكل تاعها يخرج شباب، مي انا ما نحبهاش، يعني الدوق تاعها شويه حلو ما نحبهاش بزاف. فوالا نطليهم كامل هكذا بالشوكولا، نكمل كامل الكميه هذه اللي عندي بنفس الطريقه كامل، من بعد نوريكم ان شاء الله كيفاش راح نزينهم. كيما راكم تشوفوا خدت لي كميه لبس بها، هذيك الكيله اللي درناها مع انه درنا كيله صغيره غير باكي بيمو ونص نص رطل الكاوكاو، يعني ما خدمناش بزاف بالكاوكاو، خرجت لي يعني كمية لاباس بيها. فوالا دوكا انا نكمل كامل حبيباتي هاد الكمية اللي راهي عندي ونرجع معكم فيما بعد. انا وليت معكم حبيباتي بعد ما كملت زينت البنيون ديالي كيما راكم تشوفوا، بعد ما كملت كامل درت له الشوكولا، ها هنا خليته نشف شوية قبل، من بعد جيت رمدته هنايا في لي بيبيتو شوكولا في البلون كيما راكم تشوفوا، خرج الشكل تاعهم بزاف شباب. هنايا درت له شوية حلوة الترك من الفوق، وهادو درت لهم عقاش بلي كولار. اما هادوما عندي فرد من العائله ما يحبش ياكل لي البنيون كيكون فيه شوكولا كامل من الفوق، على قدرت له غير خطوط برك ودرت له حلو التر كيما راكم تلاحظوا، تزيين بسيط يعني على قد الحال. وكما ديما نقول لكم التزيين يبقى اختياري وكل وحده على حسب المقدور ديالها، يعني الصح في الحلويات هو لا باز كيفاش نخلط المكونات الاولى باش تعطينا نتيجه مليحه. الى عجبكم الفيديو حبيباتي تاع اليوم ما تنساوش تشجعوني ديروا لي جيم وخلوا لي كومونتير، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع احبابكم واصدقائكم الى عجبكم بيان سور. اللي مازال ما اشتركش في القناه نطلب منها تشترك وتفعل الجرس باش يلحقها الجديد. تهلاو في روحكم حبيباتي، الى وصفه قادمه ان شاء الله. سلام.